تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتاج وكيمبو والأساليب المشابهة، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية للتاج وكيمبو، تنظم جمعية أنصرد للرياضة بجهة الداخلة وادي الذهب، تخليدا لذكرى عيد المسيرة الخضراء المظفرة، الحدث الرياضي الكبير في رياضة تاج وكيمبو. يشارك في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة مجموعة من الأبطال الوطنيين في رياضة التاج وكيمبو والأساليب المشابهة، وذلك يوم 7/11/2023 بمقر الأكاديمية الوطنية للتاج وكيمبو بجهة الداخلة وادي الذهب. خصصت لهذه التظاهرة الرياضية الكبيرة مجموعة من الشواهد والميداليات والكؤوس لفائدة الفائزين. تدخل هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الجامعة الملكية المغربية للتاج وكيمبو والأساليب المشابهة لتمثيل المغرب في التظاهرة الرياضية الكبيرة العالمية التي ينظمها الاتحاد العالمي للتاج وكيمبو، حيث خصصت مجموعة من الشواهد والميداليات والكؤوس لفائدة الأبطال الفائزين في هذا العرس الرياضي الكبير. فعلى الراغبين بالمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة الاتصال باللجنة الوطنية للتاج وكيمبو أو بالأكاديمية الوطنية للتاج وكيمبو بجهة الداخلة وادي الذهب على الرقم التالي 0671 95 53 74.